نقطع شو نقطع؟ باش نشوي نخلي نخلي لا نشوي كلهم واش كديروا الحاد قات هو الحاد قدام دابا انت هو اللي هز علينا الكاميرا انت هو الحاد جيب انا قتلتي هذا حتى انا هو الحادك غدا يا ولاد تكون مرحبا قاعد الصحه انا نبقى نعاد شي عاوتاني عاد سمع عاد سعاد 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 دابا خوتي انت هما كيما كتشوفوا انا غادي نفور عندي الفلفله الحمراء والكمون السودانيه والملح بدا نعطيكم السلام اخوتي المتتبعين حتى الاولى السلام عليكم اخوتي العزاز كي درتوا لاباس عليكم نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده يا ربي نتوما وليداتكم واشركم بروكه ودخل عليكم بالصحه والسلامه وبشي طاوله العمر زيه الحمد لله شنو المستقبل حار يا اختي لا حار بالله دابا كيما كتشوفوا العزاز راه حنا كنوجدوا غداتنا نتوما هما اللي الخير نتوما هما اللي الخبير دابا كلشي طالي دخلتي لي دابا شعر فيه كل ما كاين غير اللحم ما كاين غير الخضار ما كاين غير الفور ما كاين غير الطاجين كلشي خير في دار العزاز ولي درنا كنشاركوا معكم هذا هو الروتين ديالنا العزاز الله يكبر والله يخليكم لينا العزاز الحمد لله وشكرا لله تعالى السلام عليكم خوتي المتتبعين كي دايرين لاباس عليكم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير كما كتشوفوا اليوم كنوجدوا معكم غدانا ونتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا وخيركم في داركم ومرحبا بكم معنا كما كتشوفوا هنا عندي الفلفله الحمراء والكمون السودانيه والملح غادي نخلطهم نفتح لكم الكوبايات باش تكونوا معايا يا بسم الله حار مويت الجنيو حارة يا اختي السودانية لقينا عندي حارة بزاف هل كتنفح طابة تقول طابة راه ما تديش بحال حارة يجي لك الشم ضغمر بهاد العطرية الحمد لله جا واعر اللهم بقات فيه ضربه زوينه وما كنش الحمد لله زين يا مكرمه قد درنا العزاز كنشربوا معاكم كنتمنىكم الخير ديال انا بعدا كل قال المتتبعين ديالي كاملين يجيو توقعوا عيد واخا ندوقوا غير بارير فير الواح العزاز راه معزتكم غير بها غير الله والله الحباب ديالي اللي خطاكم علينا اللي يخليكم لينا كاملين يحفظكم ربي ووليداتكم فين وصلتوا الحاد قالت ايوا راه قالت لك راه قطع انا قطع مريم خليها تسهل هي تهزر خشبة باش تحيدي ديك من الحنة تنقول لها ما تقيسيش الحنة تبقى لي دايما تحيدها عاد درتيها ماشي واخا ياكي شميت غير ريحتها لا تباركك يحن عليك حنا على المشاهدين ديالي العزاز هما قال لك خصك دير الحنة انا درت الحنة الحباب الله يحن عليكم خلي لكم صحيحتكم لالا مريم تقول لك ما تقيسي بها لا الحال لا حتى شي حاجة كوكسا مغفلة وتمشي نقيس تقول كلها طيرتيها دغيا دغيا هي تبقى ديما الحنه في يدي طير هادي ودي اخرى صافي الصحه والسلامه بنيتي زبوا ندير هاد دابا نتيا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ودابا الحبوب حنا تنقطعو طيبات نشويوهم ونتمنى للعزاز هنا خطاكم علينا ولي درنا العزاز كنشركوه معاكم
ماشي ربي يحفظكم لينا ويخليكم لينا، راكم متابعينا وواقفين معنا ويرحبا وما تنساوناش من لبصينا، يخلي لكم الصحيحه ويخلي لكم وليداتكم وما عز عليكم العزاز، الله يعز بكم الى ما ديروا البصيمه والمشاهده ديالكم، هادشي اللي كنطلب منكم حتى حاجه الحبيب غير المشاهده والبصيمه ديالكم، اللهم تعالى يطلع لكم الدرجات يحفظكم ربي. وانتم مع لاله مريم كتقطع الحمل عشان شوف دابا الحبيب راه حنا كنحطوا الغدا ديالنا، الشلايضه ديال الخص هنا واش هذا بونج ولا هذاك مين حرقها؟ لا هذه قالت لك مبزر جات عندنا بغيتي نديرها تولد بالخبز البيت الله يحبيك تنهار ان شاء الله ديري دويرتك ترحبي بيا ونجي عند بنتي. الله يرضي في حياتك ان شاء الله. انا اللي نرحب بك، انت اللي راكي في داري دابا. انت انا راه داري. دارك؟ كون دارك. هي ولاد الدار. ولكن ان شاء الله. ولكن ترحبي بيا بحال هكا منين نكون نجي عندك ضايف. ان شاء الله. يا ناس تقول لي مرحبا بيا، مرحبا ونهار كبير هذا. وتحطي لي ها الكوطليك ها المشويه ها. لا حتى وانا خدام كنتقابل عليك. السلام عليكم المتابعين ديالنا، تحيه الاوفياء الابطال ديالي خوتي المغاربه فين ما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وعيدتوا في تمام الصحه والعافيه انتم وليداتكم لكل الاحباب ان شاء الله. تحيه للاخوه الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن، وعواشركم مبروك انتم وليداتكم تعيدوا بالف خير، خوتنا التوانسه خوتنا السواعده امارات الكويت البحرين قطر عمان كل العالم العربي كلكم اخوان فلسطين، تحيه لكل داخل الوطن وخارج الوطن قولوا جماعه شكرا لكم بزاف ان شاء الله مفور عاوتاني ياك ما حار بزاف مالا عندك يكون حرب حيت جبنا شي حار يا خوتي دقينا هذا تمنو بزاف من انت بداو نحلو القرع سبقوا غنحطو القرع تكملوا هذاك عندك كان حار راه خليكم بزاف حار بزاف يقدني تعجبني الحار ولكن الحار بزاف لا وما نطولوش عليهم الفيديو ديالنا هذا هو ان شاء الله ان شاء الله يا بنادم والله الا كنا نقصنا الحمز يا وشكرا لك الحباب والبصيمه والمشاهدة ديالكم هادشي اللي كنطلب منكم، اللهم تعالى يحفظكم ويخليكم ليا. السلام عليكم.